السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتي. اليوم عندنا شرح على ايدروب جديد، ايدروب لعملة ميتاغون، عملة جديدة. سوف اريكم كيف تربحون هذه العملة وارسالها مباشرة الى تريستوالت. اولا نذهب للموقع كما تلاحظوا. قبل ما نذهب للموقع ندخل تريستوالت ثانية جديدة ما فيها والو باش نقدر نشرح لكم، باسكو راني خادم انا على الموقع، راني ساحب عليه، لذلك ما نقدرش نشرح لكم بالتفاصيل. اولا نذهب للموقع، نذهب الى تريستوالت. والبداية كيف طريقة ربط هذه العملة، هذا ايدروب، ربطه بالتريستوالت. نضغط هنا، تجدون الرابط اسفل الفيديو، رابط العقد اسفل الفيديو، تنسخونه ثم تضع هنا وتضغط عليه. ننتظر حتى يتم فتح الموقع. عند فتح الموقع تجدونه بهذه الطريقة، بهذه الصورة. نذهب إلى هنا، هذه ما تدخلوش لها لأنها للشراء فقط. نذهب إلى هنا، نضغط لكي نربط الموقع مع تريستوالت. عندما تدخل الموقع تجدون، عندما تضغطون تأتيكم هذه الواجهة، يطلب منك الموقع إدخال عملة البي ام بي وهي بدولار 0.19 سنت. إذا كانت عندك العملة تضغط هنا، تجد هذه الخانة مفتوحة، تضغط هنا وبعدها يتم سحب الرسوم كما تلاحظوا. بعدها عندما يقوم بسحب الرسوم، الآن نذهب إلى المحفظة الخاصة بي لكي أكمل الشرح. قلنا ندخل هنايا، كما قلت لكم أنا راني ساحب الموقع هذا، قلت لكم نضغطوا لهنايا. هنا راه يقول لي بلي صاير راني سحبت، نرجع. وهنا تضع رابط المحفظة الخاص بك، تذهب إلى هنا سمارت شين، تضغط عليه ثم كوبي، ثم تعود للموقع. ثم تضع الرابط هنا، ثم تضغط هنا لكي يعطيك رابط الإحالة الخاص بك، ثم كوبي لهنايا. هكذا. وهنا إذا أردت شراء العملة يطلب منك 0.005. أنا رحت عندي باينانس، قمت بإرسال العملة إلى تريستوالت ولذلك سحبت العملة هذه كما تشاهدوا. أعطاني 4 قطع من هذه العملة. بس نزيد نفهمكم، العملة هذه راهي جديدة، باور سبلاي تاعها عندها 10 ملايين فقط. لكي تعلمون أن باور سبلاي يكون غير مرتفع، عارف بلي العملة تكون عندها السوق تاعها تكون غالية شوية. وهنا المشاريع التي سوف يقوم بها هذا الموقع، تجدونه هنا. ونطلب من الأصدقاء اللي يسحب العملة هذه ينتظر حتى جويي 2022. مالك خاسر والو، خزن العملة هذه وشارك الرابط الإحالة تاعك
وكل رابط إحالة يعطيك 10 قطع من هذه العملة، خزنها فقط، ما تبيعها ما والو، حتى تصدر تدخل السوق. هي تدخل السوق كيما نقول حنايا، تدخل مرتفعة إن شاء الله، باسكو الباور سبلاي تاعها طالع. كما تشوفوها طلعت دول، انا كاين 10 ملايين. يعني العملة إن شاء الله بربي تكون عندها مستقبل مليح، وتكون طالعة في القيمة تاعها السوقية. كان هذا هو الشرح، وماشي حاجة صعيبة، ضغطة فقط. وانت ربحت القطع تاع العملة هذه بتخزنها، ولا أردت شراء، طريقة شراء سهلة راني شرحتها لكم. وكان هذا هو الشرح خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك، الموقع هذا نزل 40 يوم، 40 يوم ويتم إيقاف هذا الموقع، يعني لا تستطيعون سحب هذه العملة أو شراءها. 40 يوم وينتهي هذا الأيدروب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.